في ساحة الفنك كان مهرجان مراكش الدولي الدولي حريص جدا انه يعمل مسرح كبير هنا يجي يقف عليه كبار الفنانين خاصة اللي اتكرموا في المهرجان. فنان الكبير عادل امام كان واقف هنا وفي عشرات الالاف كانت محتشدة بتنتظره وبيعرضوا افلام هنا بالليل، بتبقى الحياة هنا مختلفة تماما. معايا واحد من اكبر شركات الصوت والاضاءة في الشرق الاوسط، كلمي احمد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذ، اهلا بيك في ساحه الفنا. انت عامل هذا المسرح هذا العام؟ نعم يا استاذ، انا اسمي احمد كلمي. نعم. مغربي الجنسيه، سن حوالي 60 سنه، متزوج وعندي اولاد. نعم. المهم يعني نعرف المهمه بتاعي، يعني نحن بمدينه مراكش، يعني مدينه مراكش معروفه يعني من اكبر المدن السياحيه في العالم. صحيح. وبالخصوص نحن في ساحه جامع الفنا، يعني ساحه جامع الفنون، كنقوم يعني بكل ما يتعلق من تقنيات الصوت والاضاءه في هذه الساحه كل سنه. وبما اننا في اطار التظاهره الكبيره اللي عندنا من اكبر التظاهرات في المغرب، الا وهو المهرجان الدولي للفيلم بمدينه مراكش. نعم. اللي هو دابا ولا يعني معروف عالميا، وكيحضروا ليه سينمائيين كبار ومخرجين كذلك كبار، الحمد لله. يعني شرف لنا كبير اللي كنشتغلوا في هذا المهرجان كتقنيين في الصوت والإضاءة. تقنيات صوت، انت بتعمل صوت لأفلام المغربية، بتعمل صوت لكل الحفلات، غنى معاك مطربين. عاوز اقول لكم ان احمد كلمي، نعم، كان مهندس الصوت في حفلات كبيرة لكل الفنانين في العالم، شاكيرا، عمرو دياب، نانسي عجرم، كل الاسماء اللي ممكن تتخيلوها، حتى عبد الحليم حافظ اشتغل معاه مساعد، انا كمساعد تقني في 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 هذاك الوقت لما جه غنى في المغرب. لا لا، في المغرب. نعم. احنا ماشي كنعملوا على هذا المهرجان اللي هو من اكبر المهرجانات في المغرب، احنا يعني عندنا اثنين مهرجانات يختلفوا يعني في بتاعهم، يعني مهرجان السينما اللي هو مهرجان الموازين مراكش، وكاين مهرجان موازين. موازين هذاك هو المهرجان الفني اللي كيجيو ليه عاوتاني فنانين كبار اللي يحتاج الصوت، كيحتاج يعني صوت واضاءه يعني متطوره طبعا جدا. طبعا. هو الحمد لله اللي تحتنا هذو كلهم استاذ، يعني اشتغلنا فيهم منذ البدايه بتاعهم. انت ممكن مسرح زي ده تعده، فاللي يتكلم هنا كل الناس دي تسمع كلهم معلوم، يعني هنا كتكون 15-20 ألف بالليل يعني هنا. وهنا في هذه الساحه ما درناش على السينما، درنا حتى تظاهرات فنيه. نعم. الفنانين عرب اللي حضروا التظاهرات اللي كانت الساحه مليانه، اللي كان فيها 100 ألف يعني يعني متفرج. نعم. والحمد لله يعني احنا كنجتهدوا في هذا الميدان، وكان عندنا حب في هذا الميدان من الاول ديالنا، لان بدينا من 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 الصفر، والحمد لله احنا غادي كنجتهدوا بقيتوا حاجه كبيره حتى وصلنا الحمد لله. واللي بقى كلمي يعني ايه؟ كلمي هذا يعني الاسم العائلي. ايوه. هو كلمي نهار يعني فكرت الدولة بتاعنا باش تخرج الحالة المدنية يعني بتاع كل عائلة، كلمي على ما كيحكي لي الوالد ديالي الله يرحمه. الله يرحمه. كان جدي والأب تاعي كانوا كثيرين الكلام. كلمي متكلم. ملي مشاو الحالة المدنية مشاو الأصدقاء بتاعو كل واحد وكيعطي اسم عائلي. الأب تاعي كانوا قالوا لي كانوا كيسموه كلامي، قال لهم ديروا الاسم العائلي كلامي. الاب تاعي قال لهم لا، كلامي طويله، ديروا كلمي. هي هذه الاسم العائلي بتاعي كلمي. كده. والشركه باسم على مسمى سميت شركه كلمي للصوت والاضاءه وكل ما يتعلق بالمهرجانات والحفلات. عرفتوا ليه كلمي؟ خلصنا الكلام. يلا بشكرك جدا. يلا خلينا نكمل رحلتنا.